عليكم البنات، كي دايرين؟ شحال هادي ما درنا فيديو، ما تهاودنا، ما تحاجينا. اليوم غادي نشارك معكم واحد الباتي ديال الدنجال صحي، ونقدو نتناولوه في هذا الصيف اكومباني مع لي بواسون ولا مع لا داند ولا اللي بحبيتو. انا عندي الدنجال درتو شرائح في الفران، حمرتو شويه حتى طابغي دخلو الطياب، وغادي نهز واحد الربيع ديال المعدنوس، جوج تويمات، غادي نعصر واحد شويه ديال الحامض، وغادي ندير فيه طحيني. ها هي طحيني. دونك البنات، انا درت الدنجال في الفران، غادي نوريكم. راه كانت عندي غير دنجاله وحده، ها نتوما الا عندكم جوج ديروا جوج. ها هما طيبته شويه زويته بلديه شويه ملحه، وغادي ندخلو هنايا طحانه. نديرو هنا كيجي زوين البنات، دهنوا به الطوست اكومبانيوه مع الحوت، اكومبانيوه مع الكفته في العشاء ولا الغداء ولا تديوه للبحر. دونك غادي ندير هنايا، غادي نقطع عليه شويه ديال الثومه، الثومه نحطها ولا باش كيبان لكم البنات. ها انتما غادي نحك الثومه مباشره، يمكن غادي ندير غير وحده لان الدنجاله وحده باش ما يجينيش ريحه الثومه مجهده، واللي كيبغي الثوم بزاف يدير اكثر. غادي نعصر جهد حامضه، راه كان عندي هذا نص بغيت نستعملو. ما كنتش عواله نسجل هاد لا غوسيت، ولكن قلت ما حبي راني كنديرها غادي نوريها لكم. غادي نديروها في واحد الوقت وجيز البنات، راه ما غاديش بزاف الوقت. ها نتوما غادي نديرو هنا، وغادي نقطع هاد، غادي نقطع هاد المعدنوس كيبان لكم. ها غادي نقطع المعدنوس، المعدنوس راه صحي يا البنات، راه كيصفي لو كور، كيحيدنا، كيساعدنا باش نغوجيتيو لي ليكيد. بالنسبه للعيالات لو كور دائما كي روتيان لي ليكيد، دونك المعدنوس راه صحي، راه كاينين دي تريتمون غير المعدنوس والحامض والماء، كيتشرب بحال باتيدور لمده واحد 3 ايام باش كيحيد الناس اللي عندهم سيلوليت. انا غادي نديرو حيت كيعجبني، غادي نديرو هنايا والاخر غادي نديرو هنايا. هنا نسلي يدي، غادي ندير واحد المعلقه وافيه ديال الطحيني. هذا طحيني يا البنات، ها هو نوريه لكم. الزنجلان مطحون تقدروا تطحنوه في الدار، انا كنشريه كيفاش كنطلب في ديك لاباج ويب اتشي اس اني، كنطلبو حتى هو بحال من الضروريات اللي كنستعملهم في الاكل، كنستعملو في حمص، كنستعملو في تورتيلا، وهذه واحد كيعطي بزاف ديال الطاقه، البوتاسيوم الكالسيوم. المهم غندير شويه ديال الملحه، غير بيدي هنا شويه ديال الملحه، وانا كيعجبني الحار غادي ناخذ شويه، ندير شويه غير شويه هكا، وغادي ندير الكمون، غادي نزيد الكمون. وان ميم طون انا في الكوزينه كنشرب التي ماتشا ديالي، كنشربو دائما باش ما ننساهش، لان بعض المرات بنادم كيتلهى في الشغل وفي الجميع وكيخلي الشاي ديالو. غادي نخوض هادو، زيت البلديه حتى غادي نطحنها، عاد غادي تنطحن كلشي هنا. هانتوما غادي ندير هنا كلشي،
هذه راه نقيه راه مسبح وانا في الماء لا في الكوزينه دائما راه في الماء دونك دابا غادي نطحن باش ما ندير لكمش الصداع غادي نطحن هذا وعاد غادي نزيد له الزيت البلديه وغادي نوريكم دابا البنات ها نتوما ها لا تيكستور ديالو غادي نهز واحد لا سباتول راه كيجي بحال كيولي مو دابا غادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه ديالنا نحيدو من هنا غادي ندير جهد المهم سخي ديال الزويت انا غادي نوريكم هذا راه غادي يمشي ها نتوما غادي نخلطو نورمالمون الا بغيتو تطحنوه بالزويته انا ما بغيتش نطحنو بالزويته بغيت ديك الزيت تبقى باينه وبالقشره ديالو انا راه حيت له غير شويه بالقشره وهنا غادي نديرو هنايا في القريعه ديال الزاج كيجي روعه البنات راه انا ديجا مجربه لان حنا كنستعملوهم بزاف انا راه درتو مع الحمص وجدت الحمص وما سجلتوش نسيت عاد دابا قلت علاش لا ما نشاركش معكم ما حدي كندير الاخر ها نتوما درت حمص ها هو كيبقى حتى نديرو في الطاسه ديال الزاج وكنحتفظ به في الثلاجه حتى هو كان الا بغيتو تعرفوا كيفاش كنديرلو غادي نديرو لكم في المره الجايه قولوها ليا ونديرو لكم على الراس والعين ما كيدينا والو ديال الوقت وساهل وصحي في نفس الوقت مثلا الدراري الصغار ديالكم في الخبيز دهنوه ليهم وتزيدوا لهم شويه ديال اللحيمه من الفوق ها هو واكل ساندويتش رائع وصحي احسن من الكاطو ومن الاشياء الاخرى راكو عارفين الدراري الصغار بعض المرات السقاطه حتى ما كياكلوا حتى حاجه ها نتوما ديك الساعه نبقى نهز فاش نبغي نديرو في الخبيز اولا اكومبانيي مع صدر ديال الدجاج ولا مع كفته مقليه ها هو كيتهز هكا وكيتنكل بالصحه والراحه كيجي غزال البنات في المذاق روعه ودابا يلا نمشيو نديرو دويره في لوغوا ميرلان محتاجه شي حوايج ناخذهم من تما وغادي نمشي نشوف الى لقيت واحد الحاجه كنفتش عليها وما مطون نديرو دويره بيبان في جينا نديرو دويره في لوغوا ميرلان ليروي ميرلين كنشوفو البيبان في هذا الباب عندها الكاميرا دو شيطان والباب ديالها عندها بزاف ديال السيبورو ها نشوف زوينه عندها الفوق زوينه كنت كدير 390 دابا راه 350 لا بزاف و ها النيفل ديالها عاد قالك غير النيفل تيقولي لا النيفل كنت عندنا ديك الكاميرا هنا وفيها الإلكتريك زوين هنا عندهم بيبان على الأشكال الصراحة لوغوا ميرلان زوين وهنايا جميع أنواع البيبان ولي كاليتي ديال الخشب وكلشي سي
فهمتي هنايا شارحين لك مزيان كل باب والنيفال نيفو ديال سيكوريتي هذا البريميوم هذه لي بلوس والباسيك الباسيك هنايا وهنايا الاسمنه 259 اورو وانتم طالعين حتى ل 1,100,000 1,200,000 هي النيفال التو ديال سيكوريتات يعني الباب زين الطاق بعد يمشي مسافر حتى يبقى مأمن على دارو هنا الفران انا راه غنبدل الفران ديالي ولكن انا كيجيو بالفنتيلادور ولكن انا بغيت جو الصينية هادو عاجبيني ديال هاد الماركة الكترونيكس هذا عاوتاني هذا كيجي اوتوماتيك مزيان هادو عاديين Voy a grabarlo así. Imagina bien el hammam. وعندنا شي تخيك جيد مهم في الحماحم هادي باش كتنشف الفوطات هادي لعب الشتا كتنشف الفوطات زوين عجبني بزاف كاين هنا موديل فوق هاو تاني هنايا هدا 1,200,000 يكون فيه هاديك رشاشة سبيسيال فيها هاد رشاشة سبيسيال أسيرو إنوكسيدابلي هانتي من الفوق هذا الخمزي ونعم الحمام زيت هذا المقصتين هذا الباب ديال الكساج شاشات زوينين البنات عندي كان 60 ولكن عندي الترمومتر هنايا كتريقلو على الحرارة بالنسبة لي عندي دراري صغار كاين بطل ما دابا نوريها لكم شي نهار عندي تا انا رشاشة كبيرة من هادو كي لا بغيتي يدو شي اونتيت ولا هنايا بلو بغا ولكن من الاحسن الواحد يشري هذا ديال هذا يكون بالترمومتر هنا كيكون فيه دابا نوريها حتى هاد الحيط زوين من هاد الزليج هذا زوين بزاف عندي الباب الستيل العادي Thank you.
درتي الاخر زوين. انا ما كيعجبنيش الكحل الفين شويه ماشي زوين الحمام سيكون ترابي هانتوما البنات. ها علاش مشيت لي روي مالين لروا مالنا بنتي في البيت ديالها كنخصها الفنتيلاتور حيت سميتو الصهط بزاف والبيت صغيور واختارينا على هذا فيه لي كولور. هذا للانفانتيل ها هو هانتوما 13 متر مربع فيه لو سونس الى بغيتي الا بغيتي الحراره اولا البرد. الا درتيه اتجاه معاكس كتعطي الحراره مثلا في فصل الشتاء يسخن شويه البيت ودابا في الصيف يدير لها شويه ديال العويل. وفيه هاد جوج ديال الخيوطه واحد كيشعل به البوله وواحد فيه المراحل يعني بغيتي الجهد بزاف ولا قصير كيدير جو كوا 50 ولا 60 اورو ما بقيتش عارفه جوج 50 اورو يمكن باش شرينا. انا غادي نصورو ليكم في البيت مونطيناه دابا نيت. هانتوما هنا شعلتو الى حبيتو من هنا بغيت نوريكم عندو هنايا ها هو طفى ها هو شعل. كاينين وحدين اخرين بالطيلي كوموند ولكن كبارين بزاف وما فيهمش هاد الالوان زوينين. والخيط الاخر فيه يعني الا بغيتي ديري الان ولا الدو ولا الطخوا هذا غير اللي خفيف بزاف الان بعد كيجي الا درتي جوج ولا ثلاثه كيولي مجهد والصراحه كتبرد البيت. ودابا نزولا عن طلب واحد المشتركه ديالنا كانت طلبات مني تشوف وتعرف لي كريم سولير اللي كنديو معنا للبحر كنت وريتهم في الفيديو السابق. انا ما عنديش شي ماركه اللي كنتبع الصراحه ديال واقي الشمس كنا كنستعملوا ايزدين فاش كانت البنيته ديالي صغيره. دابا يعني غير ان درجه الاس بي اف تكون 50 سي سوفيزون. انا كنستعملوا حنا كنستعملوا هاد المره هاد لي بغيم ما كتعجبناش ديك البوماد كتبقى بيضه على لابو فاش كنديروها اولا على الوجه ديالنا اولا على لو كور كتبقى بيضه. دونك فضلنا هاد العام نستعملوا لي بغيم ها هما لي بغيم سولير ما فاش كيبان لكم لي بغيم. دونك البنتي ها هي بيدياتريك كتستعمل 50 درجه حتى انا كنستعمل 50 ولكن في ماركه اخرى والزوج ديالي كيستعمل 30 كيدومو الصراحه كيبقى اللحم فاش كندهنوه بحال لي بغيون يعني ما كتبقاش ديك البوماده بيضاء على الوجه كتكون خايبه شويه كتبان خايبه وكتطبع الملابس. هذه سيتوين بغيم ما كتلصقش في الحوايج ما والو. هانتوما انا كنستعمل هادو واللو فيزاج كنستعمل هذه اللو فيزاج مع هذه ديال ماكاداميا 50 درجه الصراحه هذه انفيزيبل واخا التكستور ديالها كتبان هكا. هانتوما واخا كتبان بيضه ولكن فاش كنديروها كتشربها لابو وما كتبقاش بيضه كتبقى بغيون. تعجبتني بزاف ما عمرني جربتها. وهذه خلاص هذه غزاله 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 هذه خرجت هذه كتجي بحال اون موس. هانتوما ها كتجي بحال اون موس وفاش كندهنوها كتابسوربا تماما. هذه غير لو فيزاج كنستعملها انا والزوج ديالي. اما البنت ديالي لي بو اتوبيك يعني اللي كيكونوا تري سونسيبل كيخرجوا لهم الحميرار ولا حبيبات صغار هي كنخرجها لها البيدياتر. هذه ليت اتي كواترو راه كاينه غام ديالها فيها جيل دو دوش ابري فيها جيل دو دوش وكريم هيدراتونت وفيها لي كريم سولير
وفيها حتى ديال البانيال فاش كيكونوا يلا خلاقوا كيتهراو بالبانيال. كاينه واحد النوع اخر ديال البوماده كنديروها لهم. وهذه جات مع بنتي في المدرسه منين بدا الصيف وانا كنستعملها لها الوجه ديالها، والصراحه حافظاتها لها على الوجه ديالها. وهذه فاش كتكون في لابيسين، هذه راه ديال ابطونيا الماركه ديال ديكاتلون ديال ديبورتيستا ديال السيرف، يعني مجهده كتجي على شكل ستيك، كنستعملها حتى انا بعض المرات تحت العينين بنتي في لابيسين فاش كتكون الشمس بزاف بحال الا كيحمروا لها بحال اللي كيتحرقوا، دونك كنديرها لها في النيف ديالها وتحت العينين كتحافظ لها سوبر. ها انتم راه ديال سبور، يعني الناس اللي كدير سيرف وهذا كتصلح. وكنصح دائما الناس اللي كتمشي البحر ولا اللي كيكونوا في الشمس لمده طويله دائما يديروا هذا الفليفلي للشعر ديالهم، حتى هو الشعر كيتحرق وكيتعرض كيتحرق بالشمس، وكنحافظوا عليه بهذه الطريقه وكنرطبوه وكنغديوه. انا هذا كيتباع في ميركادونا رخيص كيدير اورو 50. شنو كندير له؟ كنزيد له مثلا ماسكاريه اللي كتخرج لكم خايبه فاش كتشريوها وكتبقى فيكم تلوحوها، وانا كندير فيها شويه وكنخلطها وكنبقى نديرها على الشعر كتبروتيجي ومنها كتيدغاتي. ودائما البنات افترسون دائما انا كنستعمل هذا ديال ليدل، حيت عندي من سميتو من ماي ولا من فوقاش، فيه الريحه غزاله، فيه الريحه زوينه زوينه ورخيص رخيص. وايدغاتاسيون 24 ساعه ولا بو فاش كتعرض للشمس خصها تهدن باش ما تحرقناش ونكالميوها لا لينا ولا الاطفال ديالنا. راه كتيدغاتي وكتاليبي وكتنوتري، يعني كتيدراتي لابو، وإلا كان الحروق كتكمدهم وكتنوتري لابو. ومزيانه كنشوفها مزيانه بالنسبه للثمن ديالها، راه يمكن شي 3 اورو ولا 4 اورو ما دايزاش، وفيها 500 ملي اللي غدوز لنا الصيف كامل وتزيد عاد. جو بونس با فيها الكادوسيداد، ما فيهاش فيها ها هي اون فوا تحلوها عام، حنا الا دوزات لنا غير الصيف راه بركه علينا. هانت فيها 12 شهر 12 ايمي، اون فوا كتحلوها ما خصهاش دوز عام مفتوحه صافي كتفسد لا كريم. وهذا هو البنات، شاركت معكم تحت الطلب ديال لواحد المشتركه كانت بغات تعرفهم. يعني انا ماشي عندي شي كريم سولير اللي كنتبعها كل مره. كنصح بايزدين، ايزدين احسن ماركه، احسن ماركه سولير هي ايزدين، راه كتكون قويبسه صغيره ديال لو فيزاج وكتكون وحده كبيره ديال لو كور. لو فيزاج ايزدين بارفيت، يعني مزيانه 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 لابو. وهذا هو انتهينا في الفيديو ديالنا ديال اليوم، عقبال ان شاء الله الفيديوهات اخرين. ودابا نوريكم لان فاش كنكونوا غاديين نسافروا شنو نحتاجوا، شنو الضروريات اللي كنحتاجوا، لي زانديسبونسابل اللي كنشوفهم انا ضروريين في لو فواياج، سواء فواياج صغير ولا فواياج كبير، يعني المده ديالو طويله ولا المده ديالو